اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ان شاء الله باذن الله النهارده هتكلم عن الليجنز اوف ذا سنسوري اند موتور. كويس، تمام. يعني دي تجميع، ماشي. طيب الليجنز اللي هتكلم عنها في السنسوري: هايبر الجيزيا، استريجنوسيس، ثرينجوميليا، تيبس دورسالس، هيمي سكشن اوف ذا سباينال كورد اللي هي ماشي، ستا ثلاميك سندروم، gloves in the socket, sensory loss, hemi anesthesia. كويس، دي الليجنز اللي هتكلم عنها في السنسري. طيب ندخل على الليجنز اللي هتكلم عنها في الموتور. كل ده هندرسه بالتفصيل تاني. muscle atrophy and hypertrophy, hypotonia and hypertonia, abnormal plantar reflex, hyporeflexia, hyperreflexia and areflexia, clonus, upper motor neuron lesion, lower motor neuron lesion, dysmetria, pronation drift, ataxia and parkinsonism. كويس. طيب اول حاجة معانا ايه في السنسوري ليجنز؟ اول حاجه اتكلم عنها هايبر الجيزيا. هايبر الجيزيا دي ديفينيشن، يعني ايه؟ يعني انكريز بين سنسيشن، السنسيتيفيتي بتاعت البين بتزيد في اي مكان كده. لا، لما يكون في تيشو دامج مثلا، يعني مثال انت مثلا اتعورت يح. كويس، مكان اليح ده اللي هو التيشو دامج بيبقى فيه سنسيتيفيتي للبين عالية، حوالين التيشو دامج برضو تلاقي سنسيتيفيتي للبين عالية. وبناء على هذا قسمنا الهايبر الجيزيا لبرايمري هايبر الجيزيا وسكندري هايبر الجيزيا. فالبرايمري دي مكان التيشو دامج، كويس، والسكندري دي الاريا اللي حوالين التيشو دامج. طيب دي صورة، دي ال برايمري وحواليها السكندري. كويس، دي مكان البرايمري، مكان التيشو دامج. خلينا نتكلم عنهم بالتفصيل شوية. البرايمري دي يقول لك مكان التيشو دامج، ماشي، عرفنا. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيعمل بين؟ اللي بيحصل ان فيه سابستنسز بتطلع في المكان اللي فيه دامج ده، اللي فيه اليح يعني. كويس، السابستنسز دي بتقلل الثريشولد بتاع البين. فانت لما تقلل الثريشولد بتاع البين بتزود البين سنسيتيفيتي، بحيث ان النون بينفل ستيمولس يعمل لك بين يعني. كويس، طيب امال السكندري؟ السكندري دي بقى تبقى موجوده في الهيلث سكين اللي هي الاريا حوالين الدامج تيشو. كويس، طيب بس هي برضو فيها هو الثريشولد بتاعها بيبقى اعلى من البرايمري. كويس، لكن ايه اللي بيحصل؟ دي هيلث سكين اللي فيها بين، يقول لك عشان كونفرجنس فاسيليتيشن ثيوري. ازاي يعني؟ مش فاهم. يقول لك البرايمري فايبرز اللي في الدامج التيشو بتعمل كونفرجنس مع الاريا اللي حواليها اللي هي هيلثي. كويس، فبالتالي بتعمل فاسيليتيشن للاريا الهيلثي اريا اللي حواليها. كويس، فبتزود فيها السنسيتيفيتي للبين، بحيث اني بينفل ستيمولس بيبقى مور بينفل. كويس، طيب دي كانت هايبر الجيزيا. تعرف ان في برايمري وفي سكندري. كويس، طيب والبرايمري دي اللي هي مكان التيشو دامج وبتطلع سبستنسز هي السبب البين ده. كويس، بس كده يعني دي هايبر الجيزيا. ندخل بقى على اللي بعد هايبر الجيزيا. طيب نجيب اللي بعد الهايبر الجيزيا. ماشي، ايوه، دي من دي استريجنوسيس. هو اصلا الاستريجنوسيس ده ايه؟ الاستريجنوسيس انت بتدي مثلا البيشنت حاجه فاميليار هو عارفها، بس يكون مغمض عينه وتشوف بقى هيعرفها ولا لا. والله عرفتها، ماشي، ما عرفتهاش يبقى انت عندك استريجنوسيس. كويس، اللي هو loss of the ability to recognize familiar object with without vision، يعني وعينك مغمضه يعني. كويس، طب ايه اللي يعمل لي استريجنوسيس؟ طيب هو مش الاستريجنوسيس ده بيتشال على دورسال كولن تراكس. كويس، اللي هو من الدورسال كولن سنسيشنز. طيب انت بتتشال على هنا، انا عايزه اعمل فيك ليجن، عايزه اعمل استريجنوسيس، هقوم اضرب الدورسال كولن تراكت. كويس، طب ايه اللي يضرب الدورسال كولن تراكت؟ سيفالس. هو في غيره؟ سيفالس،
يمسك ضرس القولون يبوظه يعمل لي استريجنوسيس. كويس. برضو يقول لك في الفيتامين بي 12 ديفيشنسي ده بيأثر على الدورسال كولون سنسيشنز، يعني يعمل استريجنوسيس. مش بس استريجنوسيس، الحاجات اللي بتتشال برضو على دورسال كولون فايبريشن كده يعني. وايه تاني يقول لك؟ هو انا ممكن ابوظ السنتر بتاع الباسويدا بتاع الاستريجنوسيس، واو انا لما ابوظ السنتر هعمل ايه؟ هبقى انا كده عملت استريجنوسيس. كويس. طيب السنتر بتاعك ايه استريجنوسيس؟ السنتر بتاعك ايه السوماتيك اسوشيشن اريا؟ يعني اريا كام؟ يعني يقول لك اريا 5 و7، احفظها. ليجن ان ذا سوماتيك اسوشيشن اريا 5 و7، رقمين فرديين والفرق بينهم 2، ما يلخبطوش. يبقى الاستريجنوسيس السنتر سوماتيك اسوشيشن اريا، اريا 5 و7. يبقى انا عشان اعمل استريجنوسيس اعمل دامج للدورسال كولون سنسيشنز بسيفلز او فيتامين بي 12 ديفيشنسي، او ان انا اعمل ليجن في السوماتيك اسوشيشن اريا اللي هي اريا 5 و7. كويس. نشوف اللي بعد كده.